الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا سعداء أن نكون هنا في موريتانيا، البلد الذي رغم بعد المسافة الجغرافية لكنه قريب إلى القلب، والشعب الذي نشعر أنه هو من الشعوب القريبة إلى القلب، سواء بموقفه من القضية الفلسطينية أو بوده ومحبته ودعمه لأبناء الشعب الفلسطيني. هذه ليست أول مرة أشرف فيها بزيارة هذا البلد الطيب، مرات سبقت وفي كل مرة كانت حفاوة أهلنا في موريتانيا أكثر من التي تسبقها، والحمد لله رب العالمين أن الموقف هنا في هذا البلد تجاه القضية الفلسطينية سواء على المستوى الرسمي بما يمثله رئيس الجمهورية أو الحكومة، وعلى المستوى الشعبي بما تمثله القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، هو موقف واحد في قضية فلسطين، يدعم جهاد أبنائها ويتمسك بحقوقهم ويرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا مما يسجل ويحسب لموريتانيا حكومة وشعبا، وهو أيضا يبعث على الاطمئنان عند أهلكم في فلسطين أن أهل موريتانيا مهما كانت الإغراءات والضغوط فإنهم ماضون في دعم هذه القضية، وإن شاء الله يكونوا شركاء في تحرير فلسطين. في هذه الزيارة أيضا سنشرف بحضور مؤتمر حزب تواصل في الثالث، في محطته الثالثة، وهي مسيرة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فيها والبركة. هذا الحزب الذي عمل من أجل خدمة موريتانيا في إطار تعددية حزبية وديمقراطية في هذا البلد، نسعد أنها موجودة ونتمنى أن تتواصل وأن تتعمق وتتجذر، لأن المجتمعات لا تنمو إلا إذا كانت مجتمعات حرة وتعمقت فيها الحرية، وهو ما نشهده هنا في موريتانيا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونأمل أن يوفق إخواننا في الحزب في إكمال مشوارهم ومسيرتهم، وأن يكون هذا المؤتمر صفحة جديدة فيها إضافة وفيها إبداع لصالح موريتانيا ولصالح أبناء الشعب الموريتاني.